في بداية الشهر الجاري تم نقل اختصاص الرقابة الغذائية والتراخيص الصحية من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبذلك تكون الهيئة استكملت نقل جميع اختصاصاتها من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى وضعها لآلية جديدة لعملية التفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية. واللي من أهمها لبس الزي الرسمي للمفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية، كذلك إبراز هوية الضبطية القضائية قبل اتخاذ أي إجراء. تم أيضا توزيع ما يسمى ببطاقة سجل التفتيش، هذه البطاقة توزع على المطاعم والمقاهي والمطابخ ومحلات تداول الأغذية، ويتم من خلالها تدوين ملاحظات مفتش الأغذية أو حامل صفة الضبطية القضائية. مع بداية عمل الهيئة تسعى أن يكون لها كادر خاص لتشجيع الأعمال الوطنية للانضمام إليها، وعلى صعيد متصل قامت الهيئة ممثلة بمراكز الأغذية التابعة لإدارات التفتيش منذ بداية الشهر الجاري لغاية الآن بتحرير العديد من المخالفات والتعهدات، إذ تم وضع ملصق جديد خاص بالهيئة خارج المحل عند ارتكابه مخالفات جسيمة. عندنا في محافظة العاصمة 55 مخالفة تم تحريرها من 1/12 و52 تعهد. إدارة تفتيش محافظة الحولي عندنا 60 مخالفة و5 تعهدات. إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير عندنا 75 مخالفة و38 تعهد. أيضا عندنا إدارة تفتيش محافظة الفروانية عندنا 270 مخالفة و21 تعهد. إدارة تفتيش محافظة الأحمدي عندنا 30 مخالفة و50 تعهد. أخيرا بالنسبة لمحافظة الجهرة، إدارة تفتيش محافظة الجهرة تم تحرير 38 مخالفة و14 تعهد. جار العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع المختبر الرئيسي لفحص الأغذية الذي يقع في منطقة شويخ، فمن المتوقع الانتهاء منه خلال العام القادم وتسليمه للهيئة العامة للغذاء والتغذية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.